إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناتكم عدنان إم سبوت. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كل الفيديوهات السابقة، وشكرا لكم على دعمكم وعلى تعليقكم، ولا تبخلوا علينا بالمزيد من الدعم، شكرا للجميع. إذن درس اليوم هو عبارة عن فيديو كيف سوف نقوم بإنشاء قطرة ماء على الإليستريتور. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. أولا سوف أذهب إلى ريكتانجل وأقوم بصنع مربع فيه 800 بيكسل على 800 بيكسل. أضغط على أوكي. بعد ذلك سوف أذهب إلى Alignment، ثم أختار المنتصف بالضبط. إذن ثم أذهب إلى أختار اللون مذاكي حتى أتمكن من الرؤية وتكون الرؤية واضحة. إذن أنشئ شكل بيضاوي، أضغط على Select حتى لا أقوم بالضغط على الخلفية. سوف أقوم بإنشاء قفلة عليها، أي أنني لن أتمكن من أن أقوم بتحديدها. أحدد الشكل ثم أذهب إلى Gradient، أختار الخيار الثالث وهو خيار جديد، حيث يمكنني أن أقوم ب التلوين بواسطة هذه النقط الصغيرة. أضغط على كل نقطة وأقوم بتحويلها إلى الأعلى. أبقى ضاغط على الفأرة وأقوم بتحويلها إلى الأعلى وأختار اللون الأسود. بعد ذلك سوف أختار اللون الأبيض بالنسبة للنقط السفلية. إذن كلما كانت الدائرة أكبر حول النقطة، كلما كان اللون يصل إلى ذلك المكان بشكل أكبر. إذن أختار لون أبيض. إذن هنا يتضح شيء فجأة الشكل الذي أقوم بصنعه. ثم أقوم بتحديد شيء فجأة وأقوم بالتعديل حتى أحصل على النتيجة النهائية التي أريدها. إذن هكذا يبدو لي أن هذا كافي. ثم أضغط على Select Tool وأقوم بسحب هذا الشكل إلى اليمين بالضغط على Alt في الكلافي، ثم أضغط على الفأرة على كليك باليمين. أختار قم بإزالة هذه النقط واحدة والأخرى. إذن فسوف أعود للشكل الأولي، أي أنه خال ليس فيه أي لون. ثم أختار لون يكون أبيض، أذهب إلى Effect، أختار Stylize Drop Shadow، أي أنني سوف أقوم بصنع ظل للشكل. إذن أعدل على هذه الأرقام حتى يصبح الظل في الأسفل بهذا الشكل. أضغط على OK ثم أقوم بنسخ للمرة الثالثة. سوف أقوم بالضغط على الشكل. رأيتم ذهبت هنا حتى أقوم بإزالة الإفكت الموجود على هذا الشكل الشادو، يعني أنه لم يعد فيه ظل. ثم أذهب إلى Transparency وأقوم باختيار 20 فهي كافية. إذن أصبح الشكل شفاف. ثم أقوم باختيار 3 أشكال بتحديدها والضغط على Alignment حتى تصبح كلها في المنتصف بهذه الطريقة. إذن سوف أقوم الآن باختيار الشكل الأول الذي قمنا بإنشائه والشكل الثاني الذي فيه الظل، وسوف أقوم بتغيير هذه الخاصية من ناتشر من نورمال إلى ملتيبلاي. إذن هي الثاني ملتيبلاي. ثم أقوم بتحديد
تحديد الجميع في المنتصف مرة أخرى بهذا الشكل. ثم أقوم بصنع شكل آخر بيضاوي الشكل، سوف يكون أصغر من الشكل الأول. سوف أختار شفافية أقل، أو لنقوم بتصميمه عن طريق الجريدينت. إذن سوف أختار بعد ذلك جريدينت 0% كما ترون. إذن هنا أذهب إلى النقاط، خاصية النقاط، واختار النقطة الأولى. بعد ذلك سوف أقوم باختيار بالنسبة للشفافية، بالنسبة لشفافية النقطة، إذا نقوم بتغيير شفافية النقطة وأختار اللون الأبيض بالنسبة للأسفل. إذا في النقطة في الأعلى اخترت 0% لأنها شفافة، وذهبت إلى الأسفل واخترت اللون الأبيض. إذا أصبح الشكل بهذه الطريقة. كما تشاهدون بتكبير الدائرة فإن المحيط يصبح شفاف أكثر، أو أختار اللون الذي في الدائرة على حسب الخيارات الموجودة في كل نقطة. إذن هكذا أكون قد انتهيت من هذا الشكل. اختار Selection Tool ثم أقوم بالضغط على الشكل ونسخه بعد أن أحدده بشكل جيد، ثم أقوم بنسخه وأقوم بتغيير درجته إلى 180، يعني أن يصبح الشكل الأبيض في الأعلى، ثم أعيده إلى فوق كل الأشكال. إذن قد بدأ يتضح شكل قطرة الماء. إذن أقوم بالتعديل حتى أحصل على النتيجة التي ترضيني. إذن هنا سوف أقوم باختيار شفافية أقل، ثم أعيد الأشكال كما كانت. إذن هكذا، هنا يجب أن أنزله إلى أسفل قليلا. بعد ذلك سوف أحصل على هذه النتيجة. إذن أذهب إلى Layers حتى أقوم بإزالة القفلة على الخلفية، سوف أجعلها لونها فاتح قليلا حتى نتمكن من تمييز قطرة الماء. إذن هنا الجزء السفلي يصبح بهذا الشكل أفضل. إذن كما تشاهدون عندما أريد أن أقوم بالضغط على القطرة فإن الخلفية لا تسمح لي بذلك، لذلك سوف أقوم بإزالتها. أقوم بالضغط على جروب حتى يصبح كل الأشكال شكل واحد وأستطيع أن أحدده، ثم أعيد الخلفية إلى مكانها. إذن فهذه هي قطرة الماء التي صممتها. إذن حتى يتضح شكلها بشكل حتى يتضح هذا التصميم سوف أقوم بنسخه والذهاب إلى صورة قمت بتحميلها من إنسبلاش، موقع إنسبلاش، ثم أقوم بنسخها فوقه كما ترون. فهنا تتضح بشكل أكبر. إذن يمكننا أن نضيف هذه النقطة في تصاميم مثل هذه، أو يمكننا أن نضيفها في لوجوهات. يمكن أن أغير من الشكل أيضا بالذهاب إلى
نذهب إلى إفكت ثم نقوم ب وارد أرك بالتقنية ثم هنا يمكن تغيير الشكل كما تريد تلاحظون حسب المكان الذي سوف أضع فيه النقطة وحسب التصميم الذي سوف أستعمله فيه. إذا بهذه الطريقة نكون قد أنهيت فيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي وتعلمتم شيء جديد. أتمنى منكم أن لا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم جميعا على المتابعة وعلى وفائكم وعلى جميع التعاليق التي تتركونها لي. شكرا جزيلا. وسنلتقي إن شاء الله في فيديو قادم على قناتكم الملامسات.